السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم يوم الاثنين، اليوم يوم الاثنين كما كتشوفوا معنا العملية ديال الهدم مستمرة، ولكن مستمرة في الجزء اللي هو كانت بدأت فيه عملية الهدم منذ يوم الجمعة ما قبل الأخير، يعني غادي نقولوا 9 أيام 10 أيام 11 يوم. اليوم 11 يوم من عملية الهدم ديال هذا الجزء هذا اللي كانت غتكون فيه الجردة، وهذا الجزء هذا اللي كاين هنا. فكما كتشوفوا العملية ديال الجمع ديال الدم مستمرة اليوم يوم 11 على التوالي. فكما كتوضح الصورة هنا، الآلة اللي كانت كتريب هي هذه، وهنا كنشوفوا مجموعة من الآليات اللي كتستمر في الحفر ديال الساس وكتشارجي في الردم على اساس ما تبقى حتى شي حاجه هنا. مطالب الساكنه دائما توقيف عمليه الهدم، والحمد لله كنشوفوا ديك الاله حبسات. فالان المطالب هي تسريع 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 تسويه الوضعيه من اجل استئناف الاشغال عما قريب، استئناف الاشغال عما قريب اللي غادي يعطينا استئناف الاشغال عما قريب اللي غادي يعطينا الناس غترجع لهم البسمه، ترجع لهم الحياه كيف ما كنقولوا. الناس اللي كيتسناو بفارغ الصبر وقتاش تبدا الاشغال على اساس يتسلموا الشقق ديالهم. الكل ينتظر بفارغ الصبر تسويه الوضعيه وتسريع المساطير، تسريع المساطير على اساس باش الامور تكون مزيان في اقرب وقت. كما كتشوفوا معنا هنا البنايات، هنا عندنا الناس ديال دور الصفيح اللي غيسكنوا هنا، والناس اللي شراو ب 25 مليون كذلك. يعني كنشوفوا القضاء على دور الصفيح، كنشوفوا سكن اقتصادي في مكان مميز بمدينه تمارا، كنشوفوا مجموعه من الامور اللي هي ايجابيه في انتظار الفرج، في انتظار الخبر السعيد. الكل ينتظر البشاره، فنتمنوا من الله الخير للجميع. المساله مساله وقت فقط، كنتمنوا من الله ان هاد الناس يسمعوا اخبار الخير. الناس مساك اللي شارين ب 25 مليون، والناس اللي كانت عندهم البراكه وريبوها وتكلف لهم صاحب الشركه بالكرا، وكما هو مؤكد فالكرا شهر بشهر ديالو والامور مضبوطه وتعامل مميز وتسهيلات، يعني في مجموعه من الامور حتى الناس اللي كيشريو، يعني ما يميز هذه الشركه. نتمنى من الله ان الوضعيه تسوى وترجع الامور لمجاريها وترجع المياه لمجاريها وتقاد الامور ان شاء الله. فهذه هي الاجواء قدامكم. الكل يتساءل فين وصل لهذا الجميع هذا. فكما كتشوفوا معنا هذه النقطه بالذات، فما بقاش بزاف، ربما واحد 48 ساعه ولا 72 ساعه ان شاء الله غادي تكون الامور هنا ان شاء الله تكون مزيانه. ففي انتظار ان شاء الله ما تبقى حتى شي حاجه، غادي نواكبوا معكم الامور لحظه بلحظه ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. الله يدير شي تاول الخير. دائما في الموضوع ديال عمليه هدم الشقق المتواجده في العمارات السكنيه بجنبات شارع طارق بن زياد، دائما مطالب الساكنه الهدم ليس هو الحل. نعم للتسويه، نعم لتسريع المساطير. نتمنوا من الله الخير. خسائر تقدر بالملايير، خسائر كبيرة في عملية الهدم الأخيرة. نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. صراحة رقم ماشي سهل، رقم اللي ماشي صغير. كانت أزيد من 800 أسرة مهددة بالتشرد،
الحمد لله تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعث لي اطمئنان، بعث لي اطمئنان في قلوب الساكنة، بعث لي اطمئنان وخلى الناس على الأقل شوية كتقول الحمد لله الأمور راه غادي تمشي للأفضل. وهادشي صراحة كيفرح وكيبشر بالخير في انتظار تسهيل المساطير وتسوية الوضعية كما يشير صاحب الجلالة دائما في مجموعة من الخطابات، تسهيل المساطير في الإجراءات الإدارية باش الأمور تمشي مزيان. للإشارة فقط، المكان اللي كنتواجدوا فيه مدينة تمارة بالجنبات ديال شارع طارق بن زياد، شارع طارق بن زياد اللي كيعرف واحد الأشغال مهمة واللي غتفتح الطريق غتخرج في شارع طارق بن زياد مباشرة. النقطة اللي كنتواجدوا فيها الآن تبعد على مدينة الرباط تقريبا بواحد 5 دقائق حتى 7 دقائق في اتجاه أسواق السلام، يعني موقع استراتيجي، موقع اللي عرف مبيعات كبيرة، شركة رائدة من ناحية المبيعات والتسهيلات والتعامل مع الزبائن. فنتمنى ونتمنى من الله الخير ونتمنى من الله الأمور هذه إن شاء الله ما تتكررش ونشوف أمور غادي للأفضل إن شاء الله. فكما قلت لكم العملية ديال الهدم مستمرة، ديال الجزء اللي كانت بدأت فيه عملية الهدم واللي كيجمعوا للردم دابا باش الأرض ترجع كيف ما كانت. فنتمنى من الله الخير للجميع، وفي انتظار ديك الأرملة تفرح وتشوف الأشغال بدات، وداك السيد المسكين اللي خدام ليل ونهار ومجوع راسو باش يوفر واحد قبر الحياة للوليدات ديالو كذلك. فنتمنى من الله أنه في القريب العاجل نشوف إن شاء الله تسوية الوضعية ونشوف الأشغال رجعات وتكون الأمور مزيان. ما بقى لي غير نودعكم اخوتي المغاربه، واي حاجه فاحنا راه الاشاره نعم للتسويه كفى من الهدم، نعم لتسهيل المساطر. هذه الاجواء نتمنى من الله الخير والتيسير. الى هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.